هلا رجعنا لكم من جديد وهيك صار وقت انه نحكي لكم عن استضافتنا الكرفانيه لليوم. بدنا نحكي لكم عن حمله اسمها اطفال مش حمله اثقال. هاي الحمله عملوها شباب في جامعه البلقاء التطبيقيه، هدفها وقف عمل الاطفال في المهن الخطره. طبعا يعني معنا اليوم بالاستوديو منورنا عباده. شكرا عباده المعايطه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شو هالحمله هاي ومش حمله اثقال وشو شو شو القصه؟ قلنا احكي لي. اول شيء شكرا على الاستضافه وشكرا رؤيا. اهلا وسهلا. شكرا كرمان. الله يسعدك. اول شيء أطفال مش حملة أثقال كانت عبارة عن 28 طالب وطالبة من جامعة البلقاء التطبيقية. اجتمعنا على قضية إنسانية تتحدث إنه منع عمالة الأطفال في المهن الخطرة. فعاليتنا أو حملتنا تؤدي إنه بدنا عمالة، ما بدنا عمالة أطفال في المهن الخطرة. إحنا شلنا نشوف في كل شارع، في كل مكان، في كل بيت، حتى إنه في كل بيت في طفل عامل، وهي مشكله خطيره ودقه. طب بعدها معلش بدي اقاطعك بشغله. هلا احنا اليوم عم نحكي، حكيت اكثر من مره بالمهن الخطره. طب المهن المش خطره، ما هو في احنا عندنا كمان قانون التعليم الالزامي للصف العاشر، كيف بده يكون طفل وبيشتغل حتى لو مهن خطره او لا؟ من اهم اهدافنا الخاصه بحملتنا هي تعديل الماده رقم 74 من القانون الاردني اللي بتحكي انه تفعيل الجهات الرقابيه في المهن الخطره. احنا ليش ما نوصل الطفل للصف العاشر ونشوف نحدد اذا كان طموحه اكاديمي نكمل معه اكاديميا، لكن اذا كان طموحه كمهني ليش ما احنا نفعل الجهات الرقابيه ونحتوي هذا الطفل وبطريقه صحيحه ننمي موهبته وننمي مهنته بس يعني يوصل للتعليم اللي هو التعليم الاساسي للصف العاشر. هاي ضروره. الهدف الرئيسي هو وقف عماله الاطفال، والهدف الفرعي انكم منع عماله الاطفال في العمل الخطره، وقف عماله الاطفال من المهن الخطره. مهن. مش معنا نوقفها كامله. بالعكس ممكن انه بعض الاعمال للاطفال راح نشوف كمان شوي لما نحكي انه هي بتؤدي لنمو شخصيته وبتهدف لصقل شخصيته من بعض الأنشطة. ما هو يمكن الناس اللي بتحضرنا يعني شو اللي بيصير هلأ؟ إحنا موضوع مصطلح طفل يمكن بفكروا إحنا بنحكي عن 6 و7 سنين، فهو شوي بتحس إنه غريب يعني. فبدنا نوضح فكرة إنه حتى هذا الحكي بده يكون بعد الصف العاشر. لو نرجع لقانون 74 بيحكي هو عن الأحداث. الحدث من هو الحدث؟ الحدث اللي بيجي من عمره من 16 ل 18 سنة. يعني هاي الفئة اللي أنت شكرا انك ركزت عليها انه بعد الصف العاشر. ممتاز. فعلا هي بعد الصف العاشر هو الحدث اللي احنا بدنا نركز عليه، واللي احنا كمان بدنا نسقل شخصيه هذا الطفل او الحدث انه يقدر يوصل لسوق العمل بس بطريقه امنه، مش الطريقه اللي احنا بنشوفها. طب عباده هلا ايش اهميه هاي الرساله وايش كمان دور توعيه المواطنين في هذا الموضوع؟ يعني احنا صراحه حاولنا ندور على معلومات بتبين احصائيات عماله الاطفال بس ما لقينا معلومه من 2008 لهلا بتبين قديش في نسبه عمال الاطفال، علما انه انت لما تنزل على الشارع كثير عم بتشوف، سواء على اشارات المرور، سواء بالتسول، كل مكان في اطفال وعم فعليا عم بعمر كثير صغير. شكرا على سؤالك، سؤالك كان كثير مهم. فعلا من 2007 ما كان في ولا احصائيه لعمالة الاطفال. للعلم 1.9 من العمالة الموجوده في البلد هي اطفال. احنا مجتمعنا فتي. 1.9. استذكر مقول جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لما حكى نفط الأردن عقول شبابه. احنا مجتمع فتي، ليش ما نشتغل طاقات شبابنا بطريقه صحيحه؟ الهدف من حملتنا ورسالة حملتنا انه احنا بدنا نحتوي هاي المشكله اللي دقت ناقوس خطا. وبعدها احنا عم نشوف صور، لو تحكي لنا عنهم حاليا. هاي صور من اعضاء حملتنا في عده لما تدريبات كانت وعده لقاءات بعد بعض الداعمين لحملتنا ولاقت تأييد كبير. هاي بعض التدريبات اللي تلقيناها. هون بعض زملائي كان هنا تدريب مع منظمة العمل الدولية اللي راح نحكي فيه لقدام، الأستاذ مع النائب عبد الهادي مجالي داعم كبير كان لحملتنا كمان. ممتاز. حلو. طيب عبادة هلا أنا بدي أسألك سؤال. هلا أنت حكيت إنه إحنا ما بدنا إياهم ينزلوا على السوق بس بطريقة آمنة. طيب هلا يعني أنتم مثلا ملاقين شركاء لكم في المجتمع المحلي أو مظلة تحموا فيها دول الشباب عشان ينزلوا على المجتمع؟ أكيد أكيد. أول شيء بنشكر كل داعميننا، من أهم داعميننا كان منظمة العمل الدولية فهي أكبر داعم لنا، كانت ماديا ومعنويا. قدمت لنا بعض الدعم إنه أعطتنا تدريب. أصبح أعضاء الحملة قادرين إنهم يحاضروا في اي حدا ممكن يسالهم عن عماله الاطفال، شو هي عماله الاطفال؟ صحيح. شو بتادي عماله الاطفال؟ شو مضارها؟ شو مساوئها؟ بنشكر كمان مؤسسه نهر الاردن قدمت لنا كمان كثير دعم في بعض الفقرات اللي راح احكيها عنها للامام. فقرات كثير مهمه، بعض الارقام والاحصائيات، كثير كثير كان من القانونيين في البلد وبعض مؤسسات المجتمع المدني دعمتنا ايضا، و
وفادتنا بتقارير وأيدتنا من جميع النواحي. جميل. طيب هلا عبادة، احنا بلشنا نحكي عن المبادرة تبعتكم وعن الظاهرة وانه عن عمالة الأطفال في مهن خطرة، هذا الاشي اصلا شو بيأثر عليهم اذا بدنا نفصل؟ يعني احنا بنعرف انه في مخاطر وفي امور، كيف بتفصل لي انه التأثير النفسي الجسدي بعرفش كيف ممكن يكون كمان على الأطفال؟ احكي لي. بس خلينا نطلع احنا على عدد التسرب في المدارس زاد، مدخنين من الأطفال، الأمراض اللي بتسببها العمالة. يعني بصراحة طلع خلينا نروح نشوف أي طفل بيشتغل في محل ميكانيكا شو الأمراض اللي فيها. وأنت على طول أعطيت المثال محل صراحة ميكانيكا، لأنه هاي مهنة خطرة، من أكثر المهن الخطرة، أقلها خطورة بدي أحكي كمان، لأنه لسه في أخطر في البناء ممكن زي ما تفضلتي، يعني البناء ممكن يكون يصاب بالربو، ينصاب أي أمراض أخرى. طب عبادة بدي أحكي شغلة، طب إيش الحلول البديلة؟ فكرتوا بحملتكم حلول بديلة؟ هلا فعليا غالبا الأطفال اللي بينزلوا بيشتغلوا بعمر كتير صغير غالبا بده يكون في عندهم فقر وعائلاتهم برضه محتاجه، طب شو في حلول بديله لهذا الموضوع؟ يعني بتدوروا على تشريع، بتدوروا على مظله زي ما تفضلت، بندور على تشريع اللي فاعل لنا قانون 74، يصير في جهه رقابيه لبعض لهي المهن. ليش ما الطفل او الحدث اللي يكون عمره 16 18 سنه يكون له اشتراك في الضمان الاجتماعي، اشتراك في التامين الصحي، عدم الاخذه لما الطفل ينصاب بالعمل مش مسؤول عنه قانونيا، مش مسؤول عنه صاحب العمل، عادي بيقول لك انا ما لي دخل. هاي اقلها. فاحنا ليش ما نحمي طفلنا؟ ليش بيكون في بعض جهات المراقبه القانونيه اللي تراقب هاي الاماكن؟ شوف انا بصراحه، بس يمكن هلا بدي اخذ السؤال تبع ولاء من زاويه ثانيه. هي يمكن لما كانت عم تحكي كمان عن البديل، انا بهمني كمان اعرف اليوم الطفل اللي بينزل بيشتغل هو مش بيكون لانه مبسوط بده يشتغل في عند ميكانيكي ولا في ورشه، لا هو لانه في حاجه. عشان هيك بحكي لك شو الحل البديل. يعني انت اليوم منعت هذا الطفل يشتغل، هو كان بشكل او باخر مصدر دخل لعائلته. الحل البديل انه نستغل هاي الطاقات ونوجهها لمراكز حكومية، إنه المراكز تابعة للحكومة تستغل هاي الطاقات. ليش ما أنا أعمل سوق بس لهذول الأحداث؟ جميل. لمهنهم. حلو طبعا. يتم عرضها طريقة آمنة، وهو العائد المادي يعود على رائع. على أهل الطفل وعلى إنه الطفل، بس إنه بطريقة قانونية وحامية لإله. يعني أنت تحت مظلة الحكومة اللي هي بنقدر نحكي الحامي او المشرع او القانون الوحيد اللي بيقدر يحميك بهاي البلد. هذا الحلو انك دائما تجد المشكله والبديل. بحييك عبادة. يعني ما شاء الله الحمله تاعتكم رائعه، والانيشيتيفز اللي بتعملوها والخطوات كمان رائعه. في كلمه اخيره بتحب تحكيها؟ بحب احكي انه يوم 29/3 راح يكون انطلاقه كبيره لحملتنا، اللي هي بعد بكره يوم 3 بتكون الساعه 9 صباحا الى الساعه 1 بعد الظهر. راح تكون من مرحلتين او محطتين، محطه داخليه ومحطه خارجيه. المحطه الخارجيه هي بتعنى بالاطفال، يعني بنحكي عن نشاط اوريغامي برعايه اوريغامي اكاديمي، بنحكي عن مؤسسه نهر الاردن دعمتنا بمسرحيه سلحوفي شخصيه كوميديه راح تحكي عن عماله الاطفال، راح نحكي عن بعض الاسئله والاجوبه العامه، راح يكون نشاطات الطلاب وبعض النشاطات. في المحطه الداخليه راح تكون كلمات ترحيبيه من بعض الناس الفاعلين بالمجتمع المدني بالسلط، انه الحمله انطلقت من السلط. راح نحكي عن فيديو قصير انتجوا لنا اياه فريق، شكرا لهم فريق ابديت مشكورين. راح نحكي عن كمان فعاليه المجتمع المدني في حل هاي المشكله، يعني واللي بتمنى انه نحلها بالتوفيق. شكرا يعني عبادة، كل التوفيق لك. احنا بنشكرك كثير على تواجدك معنا اليوم، واكيد بنحب كثير يكون في مبادرات زي هيك قيمه هدفها تصلح في المجتمع، واكيد عندكم قضيه عم بتحاولوا تعالجوها. شكرا كثير لك. احنا لسه مكملين بفقراتنا، ضايل عندنا عبد الرحمن شو، بس بدنا نطلع لفاصل اخير وراجعين.